يا هلا والله وسهلا، يا مرحبا. بصمة عالمية لرؤية السعودية بالمبادرة الخضراء، مبادرة السعودية الخضراء، هالمبادرة الأكثر من رائعة. تفاصيل جميلة برفقة ضيفي الكريم الدكتور محمد سعيد الصرف، المدير الأقليمي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في السعودية. صباح الخير الدكتور محمد، يا هلا والله وسهلا. صباح النور، الله يسعد ايامكم بالخير. يا هلا والله وسهلا فيك، الله يحييك. طبعا دكتور محمد سعيد، اول شيء طلتك معنا اليوم، والامر الاخر كلنا شفنا اعلان الامير محمد بن سلمان عن مبادره السعوديه الخضراء، هذه المبادره الجميله اللي تحمل تفاصيل رائعه. اللي يسمعنا الان لما يسمع مبادره السعوديه الخضراء، ايش المقصود بهالمبادره وايش اهدافها ان شاء الله على المدى البعيد؟ تفضل دكتور محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول شيء أشكركم على الاستضافة، وصراحة نحن في حقبة الآن يعني داخلين حقبة زمنية، نعم. يعني راح تكون تغير جذري كبير في المملكة، راح تكون المملكة بإذن الله محط الأنظار مش بس إقليميا بس عالميا. نعم. لما أطلق سمو ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء، كانت الأهداف السامية منها أنه تقليل الانبعاثات الكربونية للمملكة، تحسين جودة بيئة الحياة العامة، يعني كلها كانت من أساسيات برنامج رؤية المملكة 2030. لكن لما شفنا أمس إطلاق المنتدى، صراحة شفنا مبادرات صراحة يعني كنا يعني نتكلم عنها كثير، وكنا نحاضر عنها في الجامعات وفي المحاضرات وخلافه، لكن لما شفناها ولمسناها أمس من كلمة سمو ولي العهد ومن كلمة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وبقية أصحاب الأمراء والوزراء، حنا داخلين الآن في فترة راح نشوف تغير جذري في الجودة العامة للحياة وتحسين البيئة العامة. فحنا نتكلم عن برامج تشجير مثلا زراعة 10 مليارات شجرة، ما شاء الله. فيعني احنا نتكلم عن أرقام قياسية، نتكلم عن زيادة المسطحات المغطاة بالأشجار 12 ضعف عن اللي موجود حاليا. فأرقام مهولة ومبادرات صراحة يعني مشجعة ومحفزة وتبشر بالخير الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني فعلا حتى كمان يعني من ضمن الأشياء اللي استعرضناها الصباح أنه الأمير محمد بن سلمان أطلق أولى حزم المبادرات البيئية ب 700 مليار ريال، يعني فعلا في أثار إيجابية كثيرة راح تنعكس محليا وكمان عالميا دكتور. نعم صحيح، والمبادرات اللي أطلقها سمو ولي العهد الآن حنبدأ في رؤية هذا الشيء من ناحية الطاقة ومن ناحية مشاركة المملكة. مثلا احنا شفناها وحنا جالسين مع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه أرسل إيميل للتعهد العالمي بشأن الميثان، ونفس رئيس المعاهدة نفسها أكدت وصول الإيميل وأن المملكة انضمت إلى هذا الميثاق، وهو يهدف هذا التعهد إلى خفض نسبة الميثان بنسبة 30%. إحنا الآن يعني كنسبة نعتبر من أقل نسبة في العالم، 0.06 انبعاثات من الميثان. طبعا الميثان غاز ضار للبيئة وضار للأوزون، طبقة الأوزون، وناتج عن غالبا عن المخلفات. فهذه واحدة من الأساليب اللي راح تحققها السعودية الخضراء، مبادرة السعودية الخضراء، وايضا مبادره الشرق الاوسط الاخضر اللي بكره حنطلق ان شاء الله، ما شاء الله. اللي هو تقليل الانبعاثات سواء الكربونيه او الميثان، والالتحاق المملكه بالتعهد العالمي. ما شاء الله، فعلا يقول انه من ضمن الاشياء في المبادره راح يكون في رفع لنسبه المناطق المحميه الى اكثر من 30% من مساحه اراضيها، يعني حتى الامور هذه او المبادره ممتده حتى الى الامور والقطاعات والمناطق المحميه، يعني مو على فقط الانبعاثات او حتى كمان على الاشجار دكتور محمد. نعم صحيح، وكنا شفنا مبادرات المملكه سابقا في هذا الموضوع، يعني الحيوانات الفطرية القابلة للانقراض، يعني سمو الأمير محمد من أطلق بعض هذه الكائنات الحية، أنه يعني فعلا في عندنا مبادرات للمحميات وتحسين الحياة الفطرية بشكل عام. زي ما ذكرت أنا، إضافة إلى سطحات المحميات، يعني عندنا برضو المجال في الوصول لعشرين ثلاثين، أنه راح نقلل نتيجة لزيادة الغطاء النباتي وزيادة مسطحات المحميات وخلافه تقريبا 278 مليون طن سنويا.
ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا يعني عمل ضخم والله دكتور محمد، يعني فعلا نفتخر بهذا الأمر، وإن شاء الله إحنا كمان أكيد على تواصل أكثر لمعرفة المسردات، وأيضا قمة الشرق الأوسط الأخضر اليوم صحيح راح تنطلق كمان؟ اليوم قمة الشباب في السعودية الخضراء، وبكرة إن شاء الله حتكون هي قمة الشرق الأوسط الأخضر. ممتاز. طب أنا بدخل على جانب آخر دكتور محمد، يعني ما شاء الله أنت المدير الأقليمي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في السعودية، هل هناك كمان دور يقع مثلا على بعض المستثمرين في دعم هذه المبادرة دكتور؟ نعم بالتأكيد، واحدة من النقاط نعم دكتور محمد معي؟ يبدو في إشكالية بالصوت. طب لو نعيد الجزئية دكتور لأنه بس انقطع الصوت، تفضل. أيوة نعم معذرة، أقول كانت النقطة الأخيرة اللي ذكرت أمس في نهاية اللقاء في نهاية المنتدى، ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الجهات، سواء القطاع الحكومي القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. أي فالآن القطاع الحكومي يعني كما ذكر سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه إحنا بنتجه من العمل من top bottom، يعني من العمل من الإدارات الحكومية إلى القطاع الخاص، لا إحنا نبغى نغير الوجهة، نغير المنظور أنه نبدأ العمل من الأسفل إلى الأعلى. فلذلك يقع الآن يعني كثير من التأملات وكثير من الأهداف على تفاعل القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي مع التنظيمات المبادرة. ممتاز جدا، عساكم على قوة والله دكتور محمد، ونحن إن شاء الله على تواصل معاك حتى ناخذ كمان أبرز المسردات. إيش الرسالة اللي حابة تقولها في ختام حديثك لكل من يسمعك الآن؟ تفضل. أقول لكم يعني التفاؤل بالخير تجدون، والحمد لله سمو ولي العهد يعني أمير الشباب فعلا طبق ما قاله، وهذا يثبت جدية المملكة في التوجه والريادة في هذا المجال، ونحن مقبلين على فترة قيادة سمو ولي العهد. نعم الله يقويك دكتور محمد، يعطيك العافية على طلتك معانا، ويوم ممتع وسعيد أتمنى لك. مستمعينا شكرا لضيفي الكريم الدكتور محمد سعيد الصرف المدير الأقليمي للمجلس الأمريكي لأبنية الخضراء في السعودية، تحدثنا اليوم يا جماعة الخير عن مبادرة السعودية الخضراء. احنا نعرف دائما انه لما نسمع عن أزمة المناخ ولازم يعالج، هذا شيء أساسي وضروري وملح، ونعرف انه ترى هذه أزمة عالمية وتأثر ترى على بيئتنا وتأثر على حياة الكثيرين في المملكة، عشان كذا من ضمن الخطط طموحة لمبادرة السعودية الخضراء أنه لازم إحنا نعالج هذا الشيء. شلون؟ راح يقللون الانبعاثات الكربونية، راح يكون في حماية للمحيطات، حماية الحياة البرية في المملكة، الحد من التصحر، بعد يرفعون نسبة تحويل النفايات عن المرادم. كمان من ضمن الأشياء الجميلة صراحة مبادرة السعودية الخضراء راح يرفعون نسبة المناطق المحمية إلى 30 إلى أكثر من 30% عفوا، كمان راح يزيدون المساحات المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعف، عندكم راح يزرعون 10 مليار شجرة داخل السعودية خلال العقود القادمة، ومو بس كذا 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة راح يتم إعادة تأهيلها مرة أخرى. فعلا إحنا مقبلين على شيء ضخم وعالمي، كل اللي أقوله كل فعلا احنا مقبلين على اشياء جماعة الخير ضخمة، وفعلا اشياء تدعونا انه نفتخر وين ما رحنا، سواء بداخل السعودية او حتى خارج السعودية او حتى عالميا. ففعلا سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان احنا شايفينك حلمنا، واكيد السر وحنا معاك دائما وابدا.